إذا شو استفدتم ما سبق؟ التالي، إنه المسج بوكس بغض النظر عنها فهي تنقسم إلى 4 أقسام. القسم الأول اللي هو نص الرسالة، القسم الثاني اللي هو عنوان الرسالة، القسم الثالث اللي هو البوتونز، القسم الرابع اللي هو الايكونز أو الستايل تبع الرسالة. الآن بصير نتحكم كل واحد لحاله بشكل منفصل، بكون إيش ما عندنا مشكلة معاه. يعني على سبيل المثال لو بدي أسوي رسالة خطأ، لاحظ عندي هون رسالة خطأ. إذا أنتم بتحفظوا الـ4 أقسام فقط هذيك، بأخذ كل الرسالة وأعدل هون، بحكي له إيش. طبعا رسالة خطأ عادة رسالة خطأ بنحطها للإيرورز، عارف إيش معنى إيرورز؟ يعني مثلا واحد اجى فوت يوزر نيم باسورد، هذا ما اعتبره انا ايرور، بعطيه رساله تنبيه اذا فوتهم خطا. لكن الخطا اذا في ايرور حلو، بس هذا هو على البعل. مثلا زي امبارح، احنا امبارح بتراين كاتش كانت الصوره مش موجوده، بيعطيني رساله ايرور، هذيك اعتبرها ايرور. اذا بنحكي له هنا خطا في مسار الصورة، اوكي. نعطيه خطأ، اوكي، بظلها اوكي. وهنا عندي يا ايرور يا وارنينج، اوكي. هنا حبذ انها تكون ايش، تكون ايرور، يعني مشان تعطي فعلا نبرتها نبرة. طبعا ايرور انتم عارفين رسائل ايرور كيف تعطي بالسيستم ويندوز، لا بتكون إلى طنة، يعني حتى صوتها مخيف شوي. ها لا مش شغال، ما ظنيت. تعال شغل، شفتوا كيف رسالة الخطأ بتكون؟ وين؟ لا خلاص، هذه ما هي ستايلها، ايكون إلها. لا في رسائل تنبيه أو تحذير، طلعوا مثلا هنا هاي هسه تحذير، اوكي، بصير تعطيني زي رسالة تحذير. انت هون لا في عندك مشكلة في ال، بس لا تقيم الثاني هذا، شال العمود وين؟ هذا إلي أنا، هذا لا سمع الخارجية، أوكي هذا مزبوط، بس أحيانا بجوز هو ثاني. لا المهم، على كل حال لكل رسالة من هالرسائل عندي إيش، عندي صوت، لكل رسالة من هالرسائل عندي صوت، وهذا اللي بيهمني انا في الوقت الحالي. اذا متفقين انه 4 أقسام هون. احيانا خير اللهم اجعله خير، يكون في عندي نوع اخر من انواع الرسائل. كيف نوع اخر من انواع الرسائل؟ يعني على سبيل المثال لو قلنا هون يجينا على خروج، معاي انتو؟ علي انتو؟ يعني عليك. اذا هون خروج، بدي قبل لا يخرج اساله هل انت فعلا تود الخروج ام لا، اوكي. اذا هون في خروج، راح نحكي له هل تود الخروج من النظام
حطينا علامة استفهام وهنا خروج، وهنا شو البتنس هون بده يكون يس اور نو صح؟ اذا في عندي هاي ايكون خاصة بيس نو، وهنا شو نوع الايكون؟ كويستشن. اوكي اذا لاحظوا عندي هون بس انفذ اعطيته ايش؟ يس شو سوالي؟ ولا ايش. اعطيته نو سوالي ولا ايش لانه لسه ما قرر. اذا كيف نبرمج؟ سؤال يطرح نفسه، كيف نبرمج؟ كيف لما انا اضغط على يس يفهم انه انا بدي اخرج؟ كيف لما انا اضغط على نو يفهم انه انا ما ودي اخرج؟ لما احنا ابلكيشن ديت اكزيت يعني خروج نهائي. اف ستيتمنت جود. شو بدنا نكتب فيها؟ طلعوا الاف ستيتمنت كيف بكتبها. بدي اكتب الاف ستيتمنت بهذه الطريقه اف يا دايلوج ريزلت زي ما كان اشتغلنا امبارح على هذاك الدايلوج. اذا اف اذا كان ناتج من هون يساوي يساوي دايلوج ريزلت دوت يس، اذا اشتغل لي ايش؟ ابلكيشن دوت اكزيت. اذا لاحظ عندي هون اعطيته نو ما في، اعطيته يس ايش طلع. في حدا عنده مشكله مع هاي؟ الان لاحظوا انا عشان ما تكركب معي السلافه رحت جبت هذا الاول شيء المسج كامله صح، جبتها كامله لحد هون. الان انسوا لي هاي. الان معروف الاف ستيتمنت انه هي اف بين قوسين اوكي، طبعا هاي كامله مع القوس هذا. اف بين قوسين اللي هو الاشي الموجود هون يساوي يساوي الاشي الموجود هناك صح ولا لا؟ الان المسج بوكس هاي طبيعي جدا بدها ترجع بدايلوج ريزلت. اذا كان يساوي يس اذا نسوي لي ايش؟ بدن سوي لي ابلكيشن دوت اكزيت. اذا كانت تساوي نو لا تسوي ولا شيء يعني لا تخرج. وضحت العملية؟ وضحت العملية؟ اوكي. ازيح هيك كمان الاخر؟